اسكندرانية وقع في حبها من أول نظرة وبتستعد لدخول عش الزوجية. بلوجر وأهلوية بيحبها جمهور المارد الأحمر، بسببها اتجه للفن وبقى مهتم بالترندات وبيتابع سوشيال ميديا كمان. حكاية سلمى صقر خطيبة اللاعب مروان عطية وتميمة الحظ اللي في حياته وكانت وش السعد عليه واللي خلاص بتستعد لتوديع حياة العزوبية. يا ترى ايه الحكاية وليه بقت الأهلوية المفضلة عند جمهور القلعة الحمراء؟ الفترة اللي فاتت اتصدر اسم اللاعب مروان عطية ترند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد احتفاله بحنته على البلوجر سلمى صقر واستعداده للجواز. خطيبة مروان عطية وهي سلمى صقر، واللي مفيش يوم بيعدي على مروان غير وتكتب عنه كلام حب ومدح على السوشيال ميديا، سواء مروان كان عنده مباراة مع النادي الاهلي او ما عندوش. والغريبة ان سلمى من وقت ما بقت بتنزل صورها مع مروان وتتكلم عنه وتعبر عن حبها ليه، وهي بقت بلوجر وبقى ليها متابعين كتير بالالاف. شكلها كده حبت الموضوع ودخلت كمان مروان عطية معاها، وبقوا بيعملوا فيديوهات على التيك توك وبيردوا على المتابعين وبقوا بينافسوا صناع المحتوى والبلوجرز على السوشيال ميديا. سلمى صفحتها على الانستجرام في الاول كانت خاصة لاصحابها المقربين، دلوقتي صفحة سلمى بقت للعامة وكتير من الناس بقوا بيتابعوا سلمى علشان يعرفوا اخبارها واخبار مروان عطية من خلالها. سلمى ليها مكانة كبيرة في حياة مروان من بعد رحيل والده الله يرحمه، وقدرت تخرج مروان من الفترة الصعبة اللي كان عايش فيها، وكان حزين حزن شديد جدا وده كان باين عليه في التمرينات وظهوره على السوشيال ميديا. لكن سلمى وقفت جنبه وقدرت تساعده يخرج من الحالة السيئة دي ويرجع لمستواه. سلمى من وقت ما ارتبطت بمروان وهي لفتت انظار السوشيال ميديا بلبسها المحتشم وحجابها، وقدرت كمان انها تكون فاشونيستا لبنات كتير وبقوا ياخدوا منها طريقة اللبس والموضة، ودايما بتحاول انها تجيب الجديد وتظهر في شكل كويس بدون بهرجة. وامبارح كان بيحتفل اللاعب مروان عطية بحنته على سلمى في البحيرة، واستعاد كبير من الجمهور اللي قاموا معاه بالواجب لدرجة ان الحنة كان حاضر فيها البلد كلها تقريبا، وكله بيحاول يعمل الواجب مع مروان واللي واضح ان الناس كلها بتحبه. مروان كان مبسوط جدا باحدى قاعات الافراح على الطريق الزراعي السريع بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة. حضر الحفل الاهل والاقارب، وظهر مروان عطية مع خطيبته سلمى صقر واللي عندها 24 سنة في وصلة رقص على المسرح المقام حول حمام السباحة بالقاعة. ووجه عطية الدعوة لأقاربه وجيرانه من أهل كفر الدوار لحضور مأدبة غداء، واستقبل أفراد أسرته المدعوين وسط فرحة عارمة بالزغاريد. وقام مروان عطية والعروس بمصافحة المدعوين والأهل داخل القاعة واللي كانت مليانة بالأقارب ومحبي اللاعب وأصدقائه. وحاليا بيستعد مروان لحفل الزفاف واللي هيكون خلال الأسبوع الحالي.